اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هاله السعيد وزيره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري والدكتور محمد معيط وزير الماليه وعدد من المسؤولين. الاجتماع تناول تطورات المؤشرات الاقتصاديه ووضحت الدكتور هاله السعيد وزيره التخطيط وضحت تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي للعام المالي 2018-2019 وصل ل 5.6% وهو افضل معدل نمو اقتصادي بيتحقق من 11 سنه، وده بالرغم من تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي اللي بلغ 3.8% سنة 2018. من المتوقع انه يوصل ل 3% في العام الحالي. وخلال الاجتماع وجه الرئيس بمواصلة بذل اقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات ايجابية في المؤشرات الاقتصادية، وشدد على اولوية الاستثمارات اللي بتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين خاصة الشباب. الاجتماع تناول عرض استراتيجية عمل صندوق مصر السيادي، ووضح الأستاذ أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري أن الصندوق بيهدف لإقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وده لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. وجه الرئيس بتفعيل دور الصندوق السيادي المصري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال توفير فرص استثمارية في أصول وفي قطاعات جديدة ومستحدثة لتكون هي عنصر الجذب للاقتصاد المصري مع تذليل العقوبات اللي بتعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة طبعا تعود وتنعكس على الاقتصاد المصري وعلى توفير فرص العمل الجديدة للشباب وتحسين مستوى معيشة المواطن. الاجتماع كان متطرق لملفات أخرى زي الجهود الحالية لتطوير المنظومة الضريبية. وجه الرئيس بمواصلة تحديث الإجراءات الضريبية والتوسع في استخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل وبشكل دقيق لصالح الاقتصاد القومي. طبعا ده بيحقق مصالح المواطن وبيزيد من قدرة الدولة على توفير وتحسين الخدمات العامة المقدمة ليه بشكل يعني يرتقي بالمستوى العام.